واجدة واجدة يلا أسماء الزرق معنا في هذا الصباح. في إذا خيرناك بين جوج، إذا خيرناك بين الشهرة والفلوس شنو تختاري؟ الشهرة ولا الفلوس؟ خذي شي بتي بانا وهني راسك ما تشيكو. لا نكون صادقة. صادقة. الفلوس. الفلوس. إذا خيرناك بين صديق ممكن تحققي من موراه مصلحة أو لصديق ممكن هو يحقق من موراك مصلحة؟ ممكن من موراه مصلحة وبزاف كانوا في حياتي. نعم. بين الموهبة والتكوين. الموهبة. الموهبة. زواج القلب ولا زواج العقل؟ زواج العقل. تزوجي أنت بالعقل؟ جميل صراحتك عجباني. إذا خيرناك بأنك تعيشي 5 دقائق في الماضي أو لأنك تعيشي 5 دقائق في المستقبل؟ في الماضي ولا في المستقبل؟ لا طبعا المستقبل. مستقبل حسن. مع من تعيشي؟ مع الرجل الذكي ولا الرجل اللي عنده العاقة الفلوس؟ الذكي. رجل الذكي حيت الفلوس إذا كان عنده الفلوس ممكن إذا ما كان ذكي غيطيروا. جميل. اذا خيرناك انك ممكن يجري الذكاء فلوس يجيب واحد الناس يدكيني يجري الذكيني يخدمهم قائم هذاك الذكي الذكاء عليك شي نهار ممكن هذوك الذكيين يشفروا خلوه بلا والو بذكائهم يديروا لك رزقك لا وكان هو ملاهيش يخدمهم يولي ذكي معاهم ولا ولا ما كانش ذكي يستقبل ذكركم يستقبل كلكم. طيب اذا خيرناك انك تكملي ما تبقى من الحياه كفنانه والعمل ما مضمونش مره كاين مره ما كاينش اولا تكون خدمه قاره ومستقره لكن بعيده كل البعد على الفن؟ نو طبعا الفن. الفن طبعا ولو انه ما يكونش عندك ضمانات واش تستمر ولا لا؟ لا ما عنديش مشكل. نعم. خساره مشروعه ولا ربح غير مشروع وتختاري؟ خساره مشروعه ولا ارباح ولكن بطرق غير مشروعه؟ غير مشروعه. لا طبعا خساره مشروعه. طبعا تخسري ماشي مشكل. ماشي مشكل. اذا خيرناك بين اسماء بين شعر طويل ولا قصير شنو كيعجبك راسك؟ انا موديه بزاف كل مره اش كيعجبك كتغيري؟ الى برج انت يا اسماء؟ الى برج انا برج المراقبه برج شرودانت فرق الحباب برج ولا برج ما عرفاش البرج ولا ما برج ديالك الى برج ديالك انا ما عرفت سكوربيون لا لا انا كونسير 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 ولكن اكتشفت من بعد انك ماشي شي كونسير حيت كلها انت غاده في صراحه حياتك كلها من بعد شنو اكتشفتي؟ لا جوزاء اكتشفت انني حيت انا ما تولدتش في السبيطار تولدت في الدار دونك التاريخ ما كاينش والو كنقول شنو كان يلا بنار دخلتي في النهار هو اللي وقع فيا هو اللي وقع فيا حيت تلاقيت مع الحد وداك الشيء كان خدامين اذا انت تزوجتي فيري اذا انت برج فيري ما عنديش برج انا نهائيا. طيب واش تفضلي حقيقه مؤذيه ليك او لا كذبه تعتقي بها شخص اخر؟ حقيقه تاذيك او لا كذبه تعتقي بها انسان اخر؟ حقيقه تاذيني. كذبه تعتقينا ما تكذبيش باش تعتقي شي حاجه. دابا انا ما تكذبيش على ودي تعتقيني شوف الصباح انا ظريف والو حقيقه تاذيني عليا وحق الله العظيم صادقة. لا قالتها وهي صادقه صادقه ممكن تأديني ايوا صافي. اذا بين الفن والاسره شنو تختاري؟ الاسره. الاسره في الاول قبل كل شيء طبعا. جميل جدا تبارك الله عليك.